مشروع سمارت بيلدينج مانجمنت سيستم. عندي 4 سيستم مختلفين اقدر اتحكم بيهم من عن طريق التابلت، عن طريق ابلكيشن او عن طريق اللابتوب ريال تايم. اول سيستم مثلا الاكسس كنترول سيستم، انا هحاول ادخل عن طريق الان اف سي كارد، اداني اكسس دلوقتي، ظهر لي اسم الشخص اللي طلع، في نفس الوقت عمل لي لوج مين الشخص اللي طلع هنا وهنا ريال تايم بالساعه والتاريخ اللي هو دخل فيه. نفس الكلام لو قررت ادخل في تاج تاني باسم شخص تاني، ظهر اسم الشخص وظهر لي في اللوج مين الشخص اللي دخل، او عن طريق الفينجر برينت. اقدر ان انا ازود اضيف قسمة شخص او امسح قسمة شخص عن طريق السيستم، او اغير الباسورد بتاع الادمن لوكال، او كمان ان انا اقدر اعمل بلوكينج للاكسس. انا دلوقتي وقفت السيستم، دلوقتي هو مش شغال، اكسس بلوكينج موفي، لو حاولت ادخل مفيش اي حاجة. هقدر ارجع السيستم يفتح تاني، اقدر ان انا ارجع السيستم. دلوقتي السيستم ريدي، راجع يشتغل تاني. بالنسبة بقى البايتنج سيستم، هو مقسوم عندي جزئين، جزء الروم، جزء الروم وجزء الكوريدور. عن طريق التابلت اقدر مثلا اعيد اللايت اللي في الكوريدور اون او اوف، اقدر ان انا اشغل مانيوال مود بتاع الكوريدور، بس ان انا اقدر اضغط السويتشات في الوافتر، او اشغل الاوتو مود عن طريق الموشن سنسور. نفس الكلام في الروم، اقدر ان انا اعلي او اوطي الاضاءه عن طريق الدمر، او ان انا اختار سي مود اشغل الدات على برسنتج معينه، 20% او 40% او 60% او 90%، واقدر اشغل الاوتو مود عن طريق اللايت سنسور في الروم، بحيث ان الديمر بيشتغل اوتوماتيك. واقدر ان انا اشغل عن طريق مانيوال مود، عن طريق سويتش، واقدر ان انا اعمل برضو اون او اوف. كل الكلام ده ينفع برضو يتعمل من اللابتوب هنا ريال تايم، ونفس الفيتشرز دي كلها عن طريق السيستم لوكالي برضو. اقدر ان انا اتحكم في كل الحاجات دي. اقدر ان انا كمان اعرض الباور كونسومشن 36 واط في السيستم ده بالنسبه لللايتنج سيستم. السوفت ستارتر